يوميا يقف الحاج عارف مع غيره من المعوزين والفقراء في طابور الرعاية الاجتماعية بانتظار دوره لتحديث بياناته. مشقة الانتظار والروتين الإداري يتحملها عارف على مضض، خشية قطع المعونة الاجتماعية التي يتلقاها شهريا والتي لا تسد احتياجاته المعيشية. أجي ثالث أسبوع يعني أجي بالمعاملة وأسلمها، يقولوا اللي ناقص، يودوني للرعاية، الرعاية تدزني النوبلي جاي، وما افتهمنا كل شيء من عندنا. يعني والله العظيم يعني هذا الراتب يعني اللي جاي ينطونا لهالناس هذه يعني جاي يدلونا بيه مذلة. يعني 250 نعطيه آجار، نعطيها مدارس، الكتب، هدوم، ملابس، ماكو. أغلب مراجعي الرعاية الاجتماعية وخاصة الكهولة والعجزة يشكون ضيق المكان في الدائرة، فضلا عن قلة الموظفين المتخصصين بتحديث بياناتهم. المسؤولون في دائرة الرعاية أرجعوا ذلك إلى زيادة أعداد المشمولين بالإعانات الاجتماعية بعد أن تجاوز عددهم حاجز 90,000 مستفيد. مكان ضيق، غرفة واحدة، وعندنا أكثر من 30,000 مراجع من بني سعد وكنعان والنواحي معقوبة كلها، فالمكان كلش ضيق، ومثل ما تشوف الازدحام ما نقدر نستقبل كل المراجعين. خبراء اقتصاديون طالبوا الحكومة بوضع الخطط التنموية والبرامج الكفيلة بتنشيط القطاع الخاص وإعادة تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل منذ سنين لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين من الخريجين، فضلا عن الإسهام في تقليل نسب الفقر في البلاد. اليوم عندنا جيش من العاطلين عن العمل والخريجين، والدولة تدفع رواتب بالمليارات كإعانات شهرية هي أصلا لا تغطي أقل احتياجاتهم، في الوقت الذي تعلم فيه الحكومة مؤخرا أن الدولة لا تستطيع استيعاب كل الخريجين في الدرجات الوظيفية. إذن هناك مشكلة كبيرة، لا يمكن أن تتكفل الدولة بكل هذه الميزانيات. نحو 3 ملايين مستفيد من رواتب الرعاية الاجتماعية، تشير دراسات اجتماعية إلى عدم كفاية 250,000 دينار التي يتقاضونها للمعيشة، رغم إنشاء وزارة التخطيط صندوق التنمية الاجتماعية لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للمشمولين بالرعاية لدعمهم ومساندتهم. وبحسب إحصائيات وزارة التخطيط فإن أعداد الفقراء بالعراق تجاوزت 10 ملايين شخص في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تراجع قطاعي الزراعة والصناعة، فضلا عن تدهور الحالة الأمنية في بعض المناطق واستمرار ظروف التهجير ومخيمات النازحين. أحمد الرسام، الحرة، ديالى.